بيروت بيروت التجاري إلى الحياة وسط أجواء صاخبة تضج بالحياة. التقرير لشرب العبود. إنها الصورة المشرقة لوسط بيروت التجاري العائد إلى الحياة، أضواء وسهر وغناء في الاحتفالات التي تنظمها سوليدار برعاية بنك ميد. الاحتفال الأول من سلسلة الاحتفالات المستمرة حتى نهاية الأسبوع أحياه الفنان راغب عليمي والفنانة نوال الزغبي وسط حضور آلاف اللبنانيين الذين جاءوا يستمتعون بليل بيروت الساهر. أزور بيروت الحلوة اللي بدنا إياها وإن شاء الله لبنان بيرجع مثل ما كان وإن شاء الله نبهر. هذا شيء حلو كتير إن شاء الله بيضل هيك مستمر. في هذا الاحتفال لا مكان للسياسة، فاختفت صور الزعماء ورفعت صور الفنانين. هيدي بيروت اللي أرادها كل لبناني، هيدي بيروت اللي أرادها الشهيد الرئيس رفيق الحريري، هيدي بيروت اللي أرادوها كل شهداء لبنان وكل أبطال لبنان واللي أرادتها مقاومة لبنان، هيدي بيروت اللي بدنا إياها كلياتنا. طالعين هلا نغني ونفرح وننبسط وإن شاء الله يا رب الأيام اللي جاية تكون كمان مليانة خير وسلام. هاي بيروت اللي بنعرفها وهي بيروت اللي بدنا إياها. كل يوم إيفنت بكلاس أ مثل هيدا أنا كتير مبسوط أنه قدرنا ننجح نحققه بأسرع الخيالية. احتفالات عودة وسط بيروت التجاري إلى الحياة رافقته إجراءات أمنية خاصة منعا لوقوع أي إشكالات. بيروت بتصبر ما بتموت هو عنوان هذه الاحتفالات التي تستمر حتى يوم الأحد، احتفالات تؤكد أن بيروت ترفض الحرب وتعشق الحياة. من وسط بيروت شرب العبود، أخبار المستقبل.